باش نعوش هنا جو فيكتوار متابعين ماشي من السهل نظرا للظروف اللي كنا عايشين قبل مباراه عسفي. فهاد الانتصار كيعطينا عاوتاني امل اخر باش نزيدو نتقل نزيدو في الخط التصاعدي اللي كنا اللي غاديين فيه الحمد لله هاد الايام هادي. فكنشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم رغم صعوبه اللقاء اللي كان اليوم. لعبنا ضد فريق منظم، فريق اللي جاي لمدينه الدار البيضاء وعارف شنو باغي، لكن الحمد لله بالخبره ديال العناصر ديالنا هي اللي خلاتهم انهم ينتصروا في اللقاء ويبينوا بانهم مازال الرجاء ان شاء الله غادي تكون غادي تقول الكلمه ديالهم في المستقبل في جميع المسابقات اللي غادي نلعبوا هذا الموسم ان شاء الله. هشام، شنو اللي خلى اليوم الرجاء ما تلقاش الحلول الهجوميه اللي عاهدت عليهم في الحاله؟ صحيح اليوم ما كانوش محاولات كثيره وما كانوش حلول في الهجوم، لكن في بعض المرات كتحتاج انك تسجل هدف باش تنتصر وتاخذ ثلاث نقاط. صحيح فريق الفتح الرباطي كان متكتل في الدفاع، لقينا صعوبات خصوصا في الشوط الثاني باش نخترقوا الدفاع ديال فريق الفتح. في الاول يعني في الشوط الاول تاحوا لنا مجموعه من الفرص لكن ما استغليناهمش. الشوط الثاني فريق الفتح بقى على نفس الخطه اللي كان نهجها في الشوط الاول، يعني تكتل الدفاع، لكن يعني بفضل بعض مثل هذه الحالات هذه كتحتاج للحلول الفرديه، وهذا الشيء اللي تعتنى بواسطه يوسف العمري اللي قام بجهد كبير باش سجلنا هدف الانتصار. والحمد لله يعني كما قلت لك احنا راضين على اداء جميع اللاعبين وان شاء الله مباراه الاحد ما غتكونش حتى هي سهله، غنوجدوا لها باش ننتصروا فيها ونحققوا 9 نقاط من 3 مباريات. شكرا. لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.